لانهم جزء اصيل في المجتمع ولبنات بناء لا يستهان بها في جميع المجالات حرصت الدوله المصريه على ايلاء الدعم الكامل لذوي الهمم لتمكينهم في الحياه ودمجهم في المجتمع جهود الدوله جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعم ذوي الهمم والاقتراب من مهاراتهم والاستماع لمطالبهم كل عام من خلال احتفاليه قادرون باختلاف توجيهات رئاسيه دائمه لجميع الجهات المعنيه بالدوله للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم، فكونهم جزء لا يتجزأ من الاولويات التي تستهدف الارتقاء بحياه المواطنين، تولي الدوله رعايه كبيره لاصحاب الهمم، حيث تعتبر مصر من اهم الدول التي تمتلك خبرات لا يستهان بها وتجارب رائده في هذا الشان، بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لابنائه من ذوي الهمم ان الدولة الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. نرى في ابنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا اليه وما حققوه من انجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات. مما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وامكانياتهم غير المحدوده على مجابهه التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز في ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا الى بذل الغالي والنفيس في سبيل تمكينهم وتنميه مهاراتهم واتاحه الخدمات التدريبيه والتاهيليه لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة الرئيس السيسي أعلن عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تدعم ذوي الهمم ومنها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية الخاصة بذوي الهمم كذلك تتضمن الحزمة التوسع في مجالات تأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم اضافه الى التنسيق بين اجهزه الدوله المعنيه لصياغه برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم افاق المستقبل